مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الاخباريه اللي بنناقش فيها اهم الاخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعه من الصحف والمواقع الالكترونيه. هيشاركنا النهارده في قراءه تحليليه لاهم الاخبار والصحف النهارده الجمعه 22 ديسمبر ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الاسبق. صباح الفل دكتور عبد الله. صباح النور. كل سنه وحضرتك طيب. احنا بدانا العد التنازلي اهوت لبدايه عام جديد، يا رب يكون سعيد علينا جميعا. يا رب ان شاء الله عام سعيد على مصر وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى العالم كله. نتمنى أن يكون عام يسود السلام إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد هذه الحروب والصراعات الدامية اللي هي لا طائل منها. دي حقيقة فعلا دكتور عبد الله، وللأسف الشديد يعني من 2020 وإحنا في تحديات وأزمات متتالية في العالم كله، فنأمل إن شاء الله تنتهي هذه الأزمات على خير. خلينا نبتدي النهاردة وإحنا عندنا مجموعة من الأخبار المتنوعة. صحيح. دكتور عبد الله كالمعتاد وهنشرف بقراءة حضرتك التحليلية ليها، والبداية من الموضوع الأبرز الحقيقة الآن وهو تطوير الموانئ المصرية واجتماع هام لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات عدد من المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل، وخاصة مشروع جرجوب التنموية الذي يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري إلى منطقة اقتصادية خاصة، والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة شمال غرب مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل على تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل واستغلال خصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر، وخاصة التركيز على الصناعة والتجارة وجذب النمو السكاني إلى المنطقة، مشددا على أهمية مراعاة المعايير العالمية المرتبطة باعتبارات تخطيط المناطق الصناعية وحماية البيئة، ومؤكدا الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية. دكتور عبد الله، الحقيقه كان اجتماع مهم جدا، وطبعا لم يكن الاجتماع الاول وبالتاكيد لن يكون الاخير، وايضا كان فيه اهتمام بتسريع الخطوات ايضا في مشروع الهيدروجين الاخضر، ويعني تكمله لهذا ما جاء فيه الاجتماع. ولكن نعود لموضوع هذا الخبر هو تطوير الموانئ. دكتور عبد الله، تطوير الموانئ لم تكن المره الاولى برضو اللي احنا بنناقش فيها مع حضرتك هذا الامر، وحضرتك ليك وجهه نظر خاصه في هذا الامر وخصوصا بورسعيد وكيفيه طبعًا. يعني اهتمام بالموقع الاستراتيجي الهام، وميناء جرجوب ميناء بنتكلم عليه هو الأقرب لأوروبا وبنعول عليه كثيرا حقيقة في تطوير التجارة. وهاخد حضرتك بس دكتور عبد الله تصريح مهم لسيادة الفريق كامل وزير وزير النقل، واللي قال موانئ مصر ليست للبيع ولكن نرحب بالشركات كبرى الشركات العالمية في الإدارة والتشغيل. كيف تابعت هذا التصريح وهذه الخطوات؟ يعني طبعا في البداية أنا طبعا بنشكر السيد الرئيس على اهتمامه بالموانئ، لأني أعتقد الموانئ هي هتبقى القاطرة للاقتصاد المصري إذا تم الاهتمام بيها. وعاوزة بالفعل احنا نشوف الشركات العالمية، لأن فكرة صناعة الخدمات دي فكرة مهمة جدا. يمكن أنا اتكلمت أكتر من مرة أن أنا نفسي أنا شخصيا أن يتم التعاقد مع يعني هونج كونج وسنغافورة تحديدا وما يتعلق بشركاتهم العالمية اللي موجودة على أرضهم، لأن هونج كونج هي الأولى عالميا فيما يتعلق بصناعة الخدمات واللوجستيات. وبالتالي أنا كان نفسي المناطق الاقتصادية سواء كان في قناة السويس أو الموانئ عموما، لأن مصر هي منطقة واعدة باعتبار أن هي ملتقى ثلاث قارات، وشفنا موانئ كثيرة جدا. العالم كله بيشهد أن مصر في الفترة دي فعلا كل الموانئ حصل فيها تطوير كبير جدا، خصوصا ميناء الإسكندرية، ميناء بورسعيد، تحيا مصر، يعني العديد من موانئ دمياط، كل الموانئ وتم إسنادها. يعني واحدة من محطة تحيا مصر تم إسنادها لإحدى الشركات الفرنسية. هو بصي إسناد الموانئ إلى شركات عالمية كبيرة ده مش اختراعنا، احنا شفنا العديد من الدول، لأن هو
بتوضع الأمر في إطار الأمن القومي وفي إطار القواعد العامة الدولية. إحنا بنشوف الخبرات الدولية، الدول اللي تعاقدت مع شركات عالمية بتدير جزء من موانئها أو بتدير المواني بتاعتها كناحية إدارية، ملهاش علاقة بالناحية الأمنية. الناس فاكرة أن كده خلاص بقى يعني المينا إحنا ملهاش علاقة بيه، ده كلام طبعا غير صحيح. عشان كده فكرة الموانئ والتطوير وبرضو وجود أفكار جديدة متميزة تغري الشركات العالمية لوجودها على أرض مصر، أعتقد ده هيعمل طفرة اقتصادية كبيرة. عشان كده يعني كل التحية طبعا للقيادة السياسية، لأن هذا الاتجاه هو الاتجاه الأمثل لوجود اقتصاد مصري متميز في 2024 إن شاء الله. إن شاء الله دكتور عبد الله، ونجني ثمار هذه التطورات الكبيرة في مجال تطوير الموانئ وربط الموانئ البحرية والجافة كمان بشبكة يعني سكك حديدية محترمة جدا في كل محافظات الجمهورية. دكتور عبد الله، مصر ليست فقط تمتاز بموقع استراتيجي هام في التجارة، ولكن أيضا موقع استراتيجي هام وفي محيطها الإقليمي، وده اللي بيخليها مركز قوة وقبلة لزعماء وقادة العالم. صحيح. وهو ده اللي هيخدنا للخبر التالي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة القضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الوزير كاميرون سلم الرئيس خطابا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قدم خلاله التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا مصر، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في المجالات المختلفة. وفي هذا السياق تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بما يحقق مصالح الشعبين. ووجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلا عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. حقيقة دكتور عبد الله كان يعني زيارة مهمة، طبعا هو استهلها بزيارة الأردن وبعد كده يعني جاء إلى مصر، في يعني في هدف واضح لهذه الزيارة وهو وقف إطلاق دائم ومستدام للنار في قطاع غزة. وكان في حتى مؤتمر صحفي بالأمس يعني مهم بعد هذا اللقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، وكمان ديفيد كاميرون راح زار العريش وشاف المنطقة اللوجستية اللي بيتم فيها انتقال المساعدات الإنسانية وإنفاذها عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر المختلفة من خلال مصر. دكتور عبد الله، يعني إلى أي مدى حضرتك شايف أن الجهود الدبلوماسية المصرية قامت بدور مهم في تغيير التصريحات وتوجهات القادة؟ صحيح. الغرب. صحيح. من أول الأحداث في قطاع غزة وصولا إلى اليوم، وإذا كانوا يعلمون ما يقولونه وتصريحاتهم لماذا لم ينفذونه حتى هذه اللحظة؟ بصي، هو الغرب هو سبب مشكلة الشرق الأوسط وخصوصا بريطانيا. بريطانيا هي أساس مشكلة الشرق الأوسط وستظل، ومن المفترض أي مسؤول مصري بعد ما يقابل أي مسؤول بريطاني يعد صوابعه بعد ما يقابله. بكلم بجد فعلا، لأن هي بريطانيا ليست دولة صادقة. بريطانيا هي الدولة الأسوأ، لأن هي أعطى من لا يملك لمن لا يستحق للأسف الشديد بالوعد الشهير بتاعها. أعطت فلسطين لإسرائيل، وبالتالي إحنا بنتحدث عن أمر في منتهى السوء. لكن نقدر نقول بأريحية شديدة جدا أن مصر استطاعت أن تغير في الكثير من قرارات القادة الغربيين، ويمكن أن أشهرهم فرنسا. وشفنا تأثير السياسة المصرية الواضحة، وسيادة الرئيس لما تحدث من أول فكرة حل الدولتين. لكن تعالي نشوف الحكومة الإسرائيلية، هل هي بطبيعتها هتقبل هذا الكلام؟ لا، مش هتقبل هذا الكلام، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي من أيام ما كان شاب
وهو يتحدث أنه لا يصح أن يكون هناك غير دولة واحدة. وكان بيتفخر حتى في آخر مؤتمر صحفي. أنا بقول لحضرتك يعني خلينا نكون واقعيين يعني هل دلوقتي وتأثير مش هيحصل ده مش هيحصل ليه؟ لأني أولا بريطانيا من قبل ما تعرف أي مشكلة ولمجرد حاجات إذاعية بعتت جزء من الأسطول بتاعها بجانب الأسطول الأمريكي. صح. طب السؤال بقى هم اقتنعوا هل الأسطول بتاعهم مشي؟ الإجابة لا. صحيح. لأن هم من وجهة نظري أنا الشخصية وجود هذا الأسطول مش زي ما بيقولوا عشان ما تتسعش نطاق، لا أنا أستشرف أني في قاعدة من الناتو من الممكن أن تقام في مدينة غزة. أنا استشرافي كده أني ممكن يقام ده السيناريو القادم يعني دكتور عبدالله. طبعا طبعا وهيقام بحجة أني تعمل منطقة عازلة ثم السلاح وبالتالي يبقى في وطبعا هيبقى الغرض الرئيسي منها لأن هم طبعا خلاص أنهوا فكرة أن هم ياخدوا غاز أو نفط مباشر، هم طبعا بياخدوا بصورة غير مباشرة وكل العالم عارف هذا الكلام أن أوروبا بتاخد نفط وغاز بطريقة غير مباشرة عن طريق كذا وسيط ويروح لأوروبا لأن ما تقدرش تستغني، لكن هم عاوزين يستولوا أو معنى صح يبقى حقول الغاز العالمية تعتبر تحت سيطرة. طبعا المنطقة بتاعتنا احنا زخرة. كلها زخرة من أول سوريا لحد ما نوصل إلى الجزائر، كل الشريط ده كله مليان المتوسط كله يبقى هيبقى تقريبا أكبر معدل. وبالتالي أنا أستشرف أني لا في من الممكن أن يقام قاعدة للناتو موجودة في غزة في الفترة المقبلة، والكلام ده يعني يبقوا احسبوه عليا يعني. لا أكيد يعني توقعات حضرتك. لكن إحنا كسياسة مصرية طبعا سياسة مصرية واضحة ناضجة واعية، الكلام ده ما ينفعش مع عالم ملتوية زي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. دول عالم للأسف الشديد ما بيمشوش غير وفقا لمصالحهم، وبالتالي هم بيساندوا الكيان الصهيوني مساندة عمياء بس عمياء لمصالحهم، لأن هم وضعين هذا الكيان. يعني بايدن لما يصرح يقول لك إيه لو لم يكن مش عارف هناك إسرائيل لاخترعنا إسرائيل. ده دليل على إيه؟ ده دليل على نظرتهم لمنطقة الشرق الأوسط. المشكلة فينا إحنا إن الشرق الأوسط نفسه مش يعني قادر يتجمع التجمع اللي هو يقدر يواجه هذه التحديات. إن شاء الله يعني نأمل بإذن الله أن يتحقق الهدف المعلن من هذه الزيارة وهو وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة. نتمنى هذا. طب دكتور عبد الله إحنا بدأنا مع حضرتك والسادة المشاهدين بأهمية وجود القطاع الخاص في العديد من المجالات، وهو ده اللي هياخدنا للخبر التالي، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي واستعراض عدد من الفرص المتاحة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأيضا عدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص على الدخول في العديد من الأنشطة وتعزيز دوره، ومنها الاستثمار في قطاع التعليم الذي يسخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهائلة. ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المستمرة للنهوض بقطاع التعليم والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله لمختلف شرائح المجتمع، موضحا أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في قطاع التعليم من شأنه أن يسهم في جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. دكتور عبد الله احنا كنا في اوقات سابقه بنتحدث على ان ضروره دخول القطاع الخاص، ضروره الاستثمارات، وحضرتك يعني ناديت بده كثيرا حقيقه خلال السنوات السابقه. دلوقتي جينا مرحله التنفيذ، شفنا ده من خلال يومين بدخول القطاع الخاص وشراكه مهمه في اسناد 7 فنادق تاريخيه، وحقيقه احداث طفره في تحقيق جزء من بنود وثيقه سياسه ملكيه الدوله، وها هو نحن بنتحدث عن القطاع الخاص ودوره مع التعليم الجامعي قبل الجامعي، خصوصا ان الدوله عندها اهتمام كبير. شفنا جامعات أهلية، جامعات حكومية، العديد من الجامعات. صحيح. في المدن الجديدة. فإذا إحنا لدينا خطوات، تأثير ده على القطاع، قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي دكتور عبد الله في السنوات القادمة. بصي أنا فيما يتعلق بالصناعة، فيما يتعلق بأشياء كثيرة جدا، أنا مع وجود القطاع الخاص فيها بكل تأكيد، لأني
انا عارف ان القطاع الخاص اشطر من الحكومي ببساطه ووضوح يعني. يتعلق طبعا فيما يتعلق بالتعليم ده في خطوره شديده جدا على الامن القومي. انا يمكن عشان الظروف الاقتصاديه مش مساعده فمن الممكن قبول البعض، لكن طول ما التعليم مش موحد الدول المتقدمه زي فنلندا التعليم فيها عباره عن ايه؟ مفيش حاجه اسمها تعليم خاص، في حاجة اسمها كله تعليم حكومي وكله بيتعلم زي بعض والدولة هي اللي بتعمل، بس أنا عارف إن إمكانياتنا ما تساعدش في ده. بس طول ما في تعليم بقرش وقرشين وتلاتة وأربعة وعشرة فالجوائز اللي موجودة دكتور عبد الله وطول ما ده هيأثر على أمنك القومي، لأن أنت في بعض المدارس مستويات معينة والناس عارفة أنا بقول إيه، صحيح. هنلاقي أن ولادنا بيتعلموا وبيدرسوا حاجات مش بتاعتنا إحنا، وقبضة وزارة التعليم مش القبضة القوية. وزارة التربية والتعليم هفضل أقول مليون مرة وزارة التربية والتعليم نسيت في خضم تعليم ولادنا والمناهج ونغير المناهج نسيت أن في حاجة اسمها تربية قبل التعليم اللي هي محطوطة قبل التعليم. يعني أنا والله العظيم يا جماعة لو ركزنا في تربية أولادنا أكتر من المناهج، إنما للأسف ضغط المناهج الشديد جدا بيخلينا ننسى أساسيات بداية. يعني ليه نفسي أي وزير من الوزراء اللي بيمسكه يدرس هو ليه الوزارة تسميه تربية ثم تعليم؟ لكن أنا بقول إني أنا أتمنى في مرحلة من المراحل بعد ما يبقى عندنا عدد الفصول والدنيا تمام ان يتم التركيز. انا وجهه نظري التعليم الصناعي مهم جدا طبعا. التعليم الصناعي مهم جدا، التعليم الفني عموما التعليم يعني الفني في غايه الاهميه المربوط، وده الدوله نجحت فيه مدارس يعني تكنولوجيه كمان تطبيقيه نجحت فيه وانا اتمنى التوسع فيه. لكن انا اتمنى في يوم من الايام ما يبقاش عندنا التعليم بالمزاد اللي هو في تعليم ب1000 و2000 واكتر، وبالتالي بلاقي المناهج حتى المناهج دي مناهج انا بشوفها تمس الامن القومي. يا ريت الناس تبقى مدركه ده منتبهه لده. لكن وجود القطاع الخاص في مناحي الحياه ده مهم جدا، لكن انا اتمنى في يوم من الايام ان مصر يبقى عندها التعليم هو موحد على الجميع، ما يبقاش في فروق. هذه الفروق دي كل ما زادت الفروق دي تعمل لنا مشكلة. وعلى فكرة جودة التعليم العالي جدا بيقابلوا أشياء تمس الأمن القومي جدا، يعني للأسف الشديد ده مرتبطة ببعضها البعض. وده اللي يقول لنا أهميته يعني نتمنى ده إن احنا نراعيه في الأيام أو السنين القادمة لما تكون الدولة قدراتها المادية تستطيع أفضل. ان هي تستغني عن فكره بالذات في التعليم ما قبل الجامعي. لكن التعليم الجامعي طول عمري بقول ان يجب ان يربط التعليم بسوق العمل. ما بقاش فيه فجوه طبعا. والا ان انا احول اغلب الناس للقطاعات اللي يعني احنا دلوقتي بقى نادر جدا ما تعرفي تدوري على شخص مهني. اصحاب المهن بقوا الحرفيين نادرين انت جدا. تلاقي حد شاطر كمان ومتمكن ده كان صعب. عشان كده لما الدوله استطاعت ان هي تربط وتعمل مدارس حرفيه وربطتها بمصانع وشركات كبيره جدا هو ده الصح. مين هيبقى الطالب يطلع يلاقي شغله وبياخد فلوس اثناء الشغل؟ صحيح. ومنها ان انا استفيد ما يبقاش عندي جيش جرار من العاطلين على الفاضي ويقول لك انا معايا بكالوريوس ومعايا ليسانس وفي الاول وفي الاخر هو مش لاقي شغل. صحيح يا دكتور عبد الله. فنتمنى ربط التعليم بالذات الجامعي بسوق العمل ان شاء الله. اكيد يا دكتور عبد الله. واحنا كمان بنلاقي ان حتى اولياء الامور بقى تفكيرهم نوعا ما اختلف حتى في فكره ان انا يعني ما يسمى، واحنا ضد المسمى ده طبعا، لكن ما يسمى بكليات القمه وكليات غير القمه. صحيح. فالحقيقه التفكير اختلف، ودايما بنقول يعني احنا عندنا شعور لازم ان شاء الله يكون هو ده الاساس، بالعلم والمعرفه بتحيا اكيد الاوطان. خلينا ننتقل مع حضرتك بقى من التعليم للصحه، وهم اضلاع اي مجتمع يعني متماسك وقوي، حيث تستعد وزاره الصحه والسكان لانطلاق المرحله الثانيه من منظومه التامين الصحيه الجديده خلال الفتره المقبله، حيث انتهت من تغطيه جميع محافظات المرحله الاولى خلال الفتره الماضيه، والتي انطلقت في الاول من يوليو 2019 من محافظه بورسعيد بشكل تجريبي، ثم مطلع سبتمبر من نفس العام بشكل رسمي. وتعد منظومه التامين الصحيه الجديده من اكبر المشروعات القوميه في تاريخ مصر، وبلغت تكلفه مشروع التامين الصحي الشامل بمحافظات المرحله الاولى 51 مليار و200 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تطبيق منظومه التامين الصحيه الجديده في جميع محافظات الجمهوريه خلال العشر سنوات القادمة، وذلك طبقا
لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن كانت خلال 15 عام. وتحرص وزارة الصحة والسكان على اختيار محافظات كثيفة السكان في المرحلة الثانية، ولم يتم الإعلان عن أسماء المحافظات حتى الآن. دكتور عبد الله، يعني الحقيقه والحق يعني يقال هذا، يعني في هذا الملف تحديدا وملف الصحه ويعني القياده السياسيه في مصر على راس سياده الرئيس فتحي السيسي، من اهم الملفات، من اهمها الاقوى والتي لا زالت جدا. يعني هنتكلم عن مبادرات حدث ولا حرج، 100 مليون طبعًا صحه وغيرها من المبادرات التي ما زالت موجوده. بتاعه فيروس سي دي انا بعتبرها معجزه خدنا من المعجزات، خدنا الشهاده الذهبيه من وزاره الصحه العالميه، معجزه يعني من المعجزات، تجاوزنا حاجه 80% الاولى عالميا في فيروس سي، إلى الدولة الرائدة في القضاء على فيروس سي. فده لا في مجال الصحة فعلا حدث ولا حرج، ومشروع 100 مليون صحة ومشروعات كتيرة جدا جدا جدا. ده ويكفي ان احنا ساعة فيروس كورونا الحمد لله كنا من الدول اللي احنا واقفة على رجلنا وساعدنا كمان بعض كمان الأشقاء ببعض اللقاحات، وده مزبوط. انا بعتبره ده يعني انجاز كبير جدا. الدولة بجد فعلا صرفت كتير جدا في مجال الصحة، التأمين الصحي الشامل، ويمكن على راسه في صديق عزيز الدكتور احمد السبكي، وده يعني كان، لان انا كنت ساعتها معاه رئيس مجلس وزراء، وكان هو احد معاونين وزير الصحه، ثم اصبح دلوقتي رئيس، وهو طبعا احسنه الاختيار لان هو من الشباب الواعدين المتميزين. صحيح، كان لنا لقاء اكثر من مره، هو متميز يعني وشاطر، فحته انك انت تسندي الى الشباب ويكون الشباب فاهم وواعي وكفء، عامل منظومة كويسة جدا وابتدى يشتغل، وطبعا ابتدى ببورسعيد ونازل بقى على باقي المحافظات، فنتمنى له كل النجاح. وده برضو خلي بالك لولا برضو دعم القيادة السياسية وتوجهاتها في ملف الصحة، ده ما كناش شفنا هذه الطفرة اللي أشاد بها العالم كله. صحيح يا دكتور، صحيح يعني دكتور عبد الله. والحقيقة لفت انتباهي كمان في الخبر إن يعني دايما سيادة الرئيس فتحي السيسي ليه كلمة وليه جملة مشهورة جدا، إن إحنا ما عندناش وقت وما عندناش رفاهية الوقت وبنسابق الزمن. فبدل ما المشروع عموما ياخد 15 سنة، لا، سيادة الرئيس بيحاول يضغط كل حاجة علشان المصريين يحسوا بآثار كل التنمية اللي بتحصل في خلال 10 سنوات. فدي نقطة برضو الحقيقة بنشوفها في العديد من المشروعات، مش بس يعني ملف الصحة. يعني ده حقيقي، هو ملف الصحة يمكن أبرز الملفات فيما يتعلق بكده، وإن في شغل جدية، في ناس شغالة في وزارة الصحة شغالة شغل جدي. نتمنى باقي الوزارات يعني زي وزارة التموين تشتغل نفس الشغل اللي بنشوفه، ايه الوزارات اللي زي كده يعني في قرارات مهمة الحقيقة تم اتخاذها، فنرجو ان شاء الله يكون في احكام رقابة على هذه القرارات. والله بص هقول لك على حاجة، يعني انا كان يعني انا طبعا بشكر الجهات الرقابية لان ده شغل راقي محترم، وعلى فكرة الدولة المصرية هي دولة راقية ومحترمة، لان حتى كان في عز الانتخابات كان يقول لك ايه، لا نداري بقى على الموضوع ده لان ده ممكن يأثر، لا تعاملت باحترافية وبمنتهى الأمانة، عشان كده أنا بشكر الأجهزة الرقابية. لكن كان اللي يصعب عليا على نفسي إن تكون وزارة التموين هي جزء من مشكلة الموضوع، اللي يقول لك ايه، لا التجار، لا اتضح ان مش التجار، اتضح ان في فساد داخلي، وده الفساد اللي تم اكتشافه، فما بالك بفساد لم يتم اكتشافه. عشان كده كل التحية للأجهزة الرقابية المحترمة. صحيح. اللي استطاعت ان هي تواجه مشاكلها وتحل مشاكل الفساد، طبعا منتهى الشفافيه ومنتهى الرقي، فحتى في عز ما في انتخابات قال لك لا كده كده الحق لازم ان هو يقال. مظبوط دكتور عبد الله. ومن ملف الصحه في مصر الى ملف الصحه في قطاع غزه، وللاسف للاسف الشديد الاحصائيات مفجعه. ننتقل للشان الفلسطيني، حيث اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي بايدن على تواصل مع فريق الامن القومي وفريق امريكي في مجلس الامن بهدف اتخاذ القرار المناسب بشان غزه، فيما اعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الجمعه ارتفاع حصيله قتلاه الى 471 منذ 7 من اكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عملياته البرية في غزة في 27 من أكتوبر الماضي نحو 139 عسكري. ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 من أكتوبر نحو 1929 جريح، فيما بلغ عدد الجرحى في صفوف العسكريين منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 771 جريح. وعلى الجانب الفلسطيني، أعلن المكتب الحكومي في غزة أن عدد الضحايا بلغ 20,000 والمصابين 52,600 مصاب منذ 7 من أكتوبر الماضي. دكتور عبد الله،
أنا لا أتوقف كثيرا عند حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأن حتى الجميع يتحدث على أن هذه الحصيلة ليست حقيقية، وأن هم كذابين، يعني الحقيقة كذب في كل شيء يعني، ولكن أتوقف عند الأرقام المفزعة التي طبعا تم طبعا اكتشافها، لأن في مصابين يعني في قتلى شهداء الحقيقة، وفي ضحايا تحت الأنقاض محدش يعرف للأسف الشديد. لسه ما تمتش للأسف فعلا. دكتور عبد الله، دكتور عبد الله، يعني في ظل تصريحات تقرير الأمم المتحدة بيتحدث عن أن قطاع غزة بيواجه جوع كارثي وكارثة كبيرة في القطاع الصحة، بنتحدث على أن شمال قطاع غزة لا توجد به مستشفيات بعد صحيح انتهاء تماما العمل في مستشفى المعمداني، جنوب غزة أيضا هذا الأمر، نزوح للفلسطينيين من مساحة 20% في خان يونس، يعني الأرقام مفجعة ومؤثرة جدا. دكتور عبد الله، مجلس الأمن وقراراته وجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها لم تفعل حتى هذه اللحظة، وإسرائيل ولن تفعل. يعني بص، احنا بنتكلم بمنتهى الصراحة، لديك أسوأ دولتين في العالم هما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. يعني بريطانيا حتى لما حبت ان هي نتيجة ضغط مجلس العموم البريطاني، احنا شفنا رئيس الوزراء ريشي سوناك وهو بيعنف تعنيفا شديدا في مجلس العموم البريطاني، كل اللي قدرت تعمله ان هي امتنعت عن التصويت. فرنسا موقفها اصبح اوضح وارقى، زي ما حضرتك اشرت في الاول، وده تاثير طبعًا مصر يعني. واعتقد من شرح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرئيس ماكرون للوضع، لان ماكرون كان برضو واخد الجنب ده متشدد قوي، لكن لما ابتدى يشرح لي سياده الرئيس وهو يثق في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتقد الوضع اختلف كثيرا. لكن هذه الدوله هي دوله سيئه بطبيعتها، بريطانيا هي دوله سيئه بطبيعتها، امريكا دوله سيئه بطبيعتها، وبالتالي هم بيتفخروا في مساندتهم للجانب الصهيوني. أنا أخشى أني مع استمرار العمليات العسكرية للكيان الصهيوني أن تتحول غزة إلى بؤرة صراع تجذب مقاتلين من مختلف دول العالم. وعلى فكرة احنا شفنا مقاتل أوكراني وكان بيتفخر وبيكتب على السبورة، ويعني التخوف تم ده استهدافه. لازم الولايات المتحدة تحطه، لأن ده معناه أن بؤرة صراع، هتحط بؤرة صراع جديدة أو ما يسمى بداعش جديدة في منطقة جديدة. احنا شفنا الكلام ده في العراق، شفناه في سوريا. أعتقد أن ده تخوف لازم يحطوه، لأن العالم الإسلامي لما يشوف ان لا يوجد حل، وأمريكا تستخدم نفوذها والفيتو، وان هم يعني مين يقول في العالم ان المحتل يديله حق الدفاع عن النفس؟ وده طبعا مش موجود في القانون الدولي. الدفاع عن النفس بيكون للدوله المحتله مش للمحتل. مظبوط. طب وبالتالي دكتور عبد الله، يعني في دكتور عبد الله، يعني البعض بيصف ان اسرائيل بانها لما طلبت الفتره اللي فاتت ولا زالت بتطلب هدنه جديده، وانها على استعداد لابرام هدنه جديده، ان هذا ضعف للموقف لكيان الاحتلال الاسرائيلي. طبعا هي ما هو كل حذره، بس هم عندهم الغرور كل حذرهم، لان طبعا انت حرب المدن. يعني انا كان والدي رحمه الله عليه، وهو ضابط قوات مسلحه رحمه الله عليه، كان بيحكي لي ان الـ اصعب الحروب على فكره اللي هي حرب الشوارع وحرب المدن. والاصعب والاصعب منها، خلي بالك، يعني الجيش المصري هو من اقوى الجيوش، لانه كان بيحارب في منطقه مفتوحه تماما. يعني باختصار الدبابه مكشوفه والعربيه مكشوفه، يعني والمقاتلين مكشوفين، فبالتالي اذا ما كانش في غطاء جوي ودفاع جوي والحاجات دي كلها صحيح، كانت بتعمل مشكله كبيره جدا. عشان كده انا شايف ان الولايات المتحده الامريكيه بافعالها السيئه، وانا اعتقد ان الامن القومي في الولايات المتحده الامريكيه هيراعي الحته دي، لان حتى لو الشعوب او الدول العربيه ما اتخذتش موقف رسمي، وده غالبا مش هيحصل، لكن الشعوب من ممكن ان هي تتخذ هي موقف غير رسمي، ان نشوف بعض الناس تسريبات اللي ياخد سلاحه ويروح غزه وهكذا، فهتبقى المشكله كبيره جدا. صحيح. ويتحول انت كده، انتوا بتعملوا لنا بؤر داعش على حدود مصر، وبالتالي خطوره على الامن القومي كبيره جدا. الولايات المتحده الامريكيه للاسف الشديد هي ما زالت بتدي الضوء الاخضر لاسرائيل
لعملياتها، وإسرائيل طبعا هي كل شوية بتكتشف إن هي يعني غرزت في هذا المستنقع بتاع غزة. طيب هي هاخد من كلمة حضرتك كدكتور عبد الله، غرزت في هذا المستنقع جراء الأحداث العنيفة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما يحدث للسفن الأمريكية والإسرائيلية وما يتبعون لها في باب المندب البحر الأحمر، هو ده هيكون ختام جولتنا في صحافة النهاردة، حيث قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر أمس إن الحوثيين يهاجمون الرخاء الاقتصادي للدول وازدهارها في جميع أنحاء العالم، ووصف رايدر الحوثيين بأنهم تحولوا إلى قطاع طرق على خط الشحن البحري في البحر الأحمر، وأضاف لدينا أكثر من 20 دولة موقعة للمشاركة في التحالف الذي شكلته واشنطن للتصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر. وأشار رايدر إلى أن قوات التحالف ستقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن للاستجابة وتأمين المساعدة عند الضرورة للسفن التجارية التي تعبر هذا الممر المائي الدولي الحيوي، داعيا الحوثيين لوقف هجماتهم. وتابع قائلا: سنسمح بمشاركة دول أخرى، الأمر متروك لها للحديث عند انضمامها. وأوضح أن كل دولة ستساهم بما تستطيع، واصفا العملية بأنها تحالف الراغبين. ألم ينتبهوا دكتور عبد الله؟ لم ينتبهوا حتى هذه اللحظة بكل اللي بيحصل، وباب المندب والبحر الأحمر بقى فيه، لا بقى فيه مشكلة. احنا دلوقتي بقى عندنا حرب بالوكالة، احنا دلوقتي إيران بتحارب إسرائيل عن طريق إيران بيمثلها الحوثيين، وإسرائيل بتمثلها الولايات المتحدة الأمريكية طبعا باتفاقات مسبقة ما بينها وبين، وهي حتى قالت لهم لو أنتم مش قادرين أنا هنزل أنا بالقوات بتاعتي. فبالتالي عندي مشكلة كبيرة جدا، وإحنا قلنا إيران هي دولة بوق، والدليل على كده أني حتى على فكرة يعني الناس ما تستغربش لما أقول لهم أني حتى الأهداف اللي بيتم ضربها في شمال الكيان المحتل هي بالاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أيوة، لضرب أهداف على فكرة. تبص على الأهداف، الحاجات دي كلها أهداف ثابتة وحاجات شبه يعني لحفظ ماء الوجه لإيران، لكن إيران طول عمرها هي دولة دعاية، والدليل على كده قالك إن لم ينتهي مش عارف هنتدخل وين. طبعا هو لن يتدخل، صحيح. هي تملي إيران لا تستطيع أن تحارب إلا عن طريق وكلائها، عن طريق زي أمريكا برضه، وأمريكا نفس الكلام. فعشان كده إحنا نتمنى، لأن إحنا طبعا لنا مصالح اقتصادية كبيرة جدا، لأن كل السفن دي هتضطر إن هي تلف حوالين رأس الرجاء صالح، إحنا هنتأثر يعني مما لا شك فيه. مصر من دول بسبب طبعا رعونة إسرائيل ورعونة الولايات المتحدة الأمريكية، إحنا متضررين بسبب سياسات قراراتهم وسياساتهم الخطرة. يعني أنا هنهي جولتنا في صحافة النهاردة بأمنية حضرتك في البداية دكتور عبد الله، أن يعم السلام والأمن والأمان يا رب إن شاء الله، وتكون الأيام القادمة تحمل الخير للعالم أجمع وليس فقط للمنطقة هنا في مصر أو المنطقة العربية والإقليمية. بشكر حضرتك جزيل الشكر ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق. شكرا يا فندم على هذه القراءة التحليلية المميزة دايما بوجود حضرتك. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة الجمعة، ولكن دلوقتي هسيب حضراتكم مع تقرير هام عن حفل توزيع جوائز المسابقة البحثية للتحكيم التجاري الدولي، والتي أقيمت بالمشاركة بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس ومركز كيمة للتحكيم الدولي. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.